واحد بيقول جاء لقداستك سؤال من شخص يقول انه اكتشف بعد الاكليل في يوم الفرح ان اللي اخذها مش عذراء، فقداستك قلت ان هذا الوضع يؤدي الى بطلان الزواج. تعمل يدين الفتاة أكثر من الشاب بالرغم أن الاثنين أخطأوا نفس الخطية. يعني توصل الشاب اللي أخطأ معاه. هو البنت مفروض تحافظ على نفسها، كون أنها ليست عذراء معناها أن العلاقة بينها وبين هذا الشاب تطور إلى الدرجة اللي تفقد فيها بتوليت، وده تطور خطير.